FM. الكلمة ليك. يعني اللي يعمل فيه ترامب واللي يعمل فيه ماكرون واللي تعمل فيه القيادات الدولية الكل، هذه كراي الخيارات الأصلية للدبلوماسية للعلاقات الخارجية، هي علاقات مصالح، وين نلقى مصلحتي هذيك هي السياسة الخارجية. وين مصلحة تونس؟ هل مصلحة تونس معنى أن تكون فيها علاقات مقطوعة مع دولة مهمة في الشرق الأوسط، عندنا معها مصالح نجالية مهمة يعني في سوريا، سوريا هي بوابة الشرق الأوسط، عندنا علاقات ثقافية متطورة، عندنا علاقات حميمية، عندنا توانسة متزوجين يعني من سوريات، والعكس كذلك سوريين متزوجين يعني من تونسيات. علاش لماذا هذا الغباء؟ ما فماش كلمة أخرى، لماذا هذا الغباء والتعنت في تجاهل حقائق الواقع والتاريخ والدبلوماسية؟ كابافان الكلمة ليك.